اقف مع سان داون شويه. سان داونز يعني موقفنا مع او المواجهه السابقه على ده في بطوله افريقيا بتهيألي كانت عامله عبء نفسي على الـ على الـ على التيم. وعايز اعرف كمان انتوا ازاي مهدتوا الفايلر ده، او يعني الراجل لما جه يشتغل على ماتش سان داونز تحديدا اتكلمت انت شخصيا معاه في ايه، او استعديتوا وحضرتوا وجهزتوا الفريق لمواجهه سان داونز ازاي؟ ولا بص، مش عيب ابدا ان انت تتلاشى اي اخطاء او اي حاجه وقعت فيها حتى لو كانت غصب عنك، يعني مش عيب خالص. يعني المهم قوي ان انت بس ما تكررش وما تقوحش. يعني انا من شخصيتي مثلا لو حد قال لي ملحوظه وتكررت مع حد تاني، يعني قال لي نفس الملحوظه وواحد تاني قال لي نفس الموضوع او واحد تالت قال لي نفس الملحوظه، لازم افكر في ادائي. أيوة. ده مهم جدا لان كتير خد باله يعني. تمام. السنه اللي فاتت لما لعبنا سان داونز وانا في حاجه كانت بالنسبه لي فخ كبير، بس ما كنتش تهرب منه لان كان عندنا مؤجلات. لعبنا مع الزمالك يوم 30 مارس، وبعد كده لعبنا يوم 2 ابريل مع الاتحاد في اسكندريه، وبعدين خدنا طيارتنا ورحنا على لعبنا سان داونز يوم 6. عدد الايام ما بين المباراتين التقال قوي، لان كان ساعتها صراع الدوري كان احداثه والاجواء اللي كانت حواليه والدنيا اللي كانت متشعلله بشكل كبير قوي، كان اداله اهميه قصوى. يمكن لو تقول للناس ايه هو احسن دوري مثلا او اغلى دوري ولا حاجه هيبقى من تصنيفهم السنه اللي فاتت، وكل الدوريات بالتاكيد، لكن السنه اللي فاتت عشان الاحداث بتاعته. فادينا للدوري اهتمام شديد قوي بمباراه الزمالك والاتحاد، وبعد كده سافرنا على جنوب افريقيا. جنوب افريقيا طبيعه خاصه، يعني لازم تكون قاعد هناك فتره شويه، يعني اطول شويه. احنا سافرنا يوم 3 وصلنا يوم 4. اول تمرينه كانت يوم 4 واتمرنا يوم 5 على الاستاد ولعبنا يوم 6. ده طبعا التحضير كان قليل جدا، التحضير ما كانش كافي لمباراه كبيره زي مباراه سان داونز. كانت النتيجه الثقيله طبعا اللي احنا خسرنا فيها. السنه دي تلاشينا الموضوع ده خالص، سافرنا اسبوع. يعني احنا لعبنا يوم 29 فبراير، والمباراه الثانيه كانت 7 مارس. فاحنا خدنا طيارتنا يوم 29 على طول، يعني الفجر. شاطر قوي في التوقيت يا كابتن سيد. او تاني يوم يعني على طول سافرنا مع سان داونز نفسهم، يعني احنا الاثنين كنا موجودين في المطار. احنا كان تركيزنا اعلى واستعدادنا اعلى لان هم راحوا على بيوتهم، احنا رحنا على المعسكر على طول. قفلنا على نفسنا، قعدنا الاسبوع بشكل كويس قوي، ادينا لفايلر كل حاجه ممكنه عن التيم، يعني الحمد لله ربنا وفق وعدينا. ايوه، كتير من الانتقادات اللي كانت بتتوجه لفايلر او لاداره النادي الاهلي في التع... في التع...